أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى، نتحدث حول الدستور، حول القوانين، المواد القنبلة. ماذا يمكن أن يحدث في الدستور القادم؟ الأمر لن يتوقف فقط عند ما سنمر به من تأسيس لجنة إعداد الدستور، ولكن أيضا هننتقل بعد ذلك إلى ما هو أهم. اللجنة دي هتناقش إيه وهتختلف حول إيه؟ معايا ضيفين عزيزين، الأستاذ الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. أهلا يا دكتور. أهلا بك خير. النائب البرلماني المعروف الأستاذ ممدوح إسماعيل. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ خير. بعتذر لكم، كان مفترض معايا الأستاذ الدكتور حسن نفعة، حس إنه اتأخر ومجهد فاعتذر وانسحب. أما الدكتور محمد كامل عضو مجلس الشعب نائب رئيس حزب الوفد فلم يكلف نفسه اعتذارا، وهذا جزء من سلوك عام في ثقافة مصرية الآن، لهما كل الاحترام. دكتور، النهاردة كنت بتناقشوا اللجنة التأسيسية. قبل ما أدخل المواد التي يمكن أن يكون في اختلاف حولها، وأنتم معنا بتمثلوا أراء قد تكون متقاربة أو متفقة في بعض الأشياء ومختلفة في بعض الأشياء، وهيكون معنا على الهاتف بعض الشخصيات التي ترى أن هناك اختلاف، كيف ترى سير تشكيل اللجنة، لجنة إعداد الدستور؟ ودعني أشكرك على هذه الاستضافة، واللي شاهدته اليوم مما دار من المناقشات حول وضع المعايير والضوابط والرؤى والمنهجية التي أعلنها رئيس المجلس، رئيس المؤتمر، لأن ده انعقاد النهضة في شكل مؤتمر ما بين المنتخبين من المجلسين، أعتقد أنه شيء مبشر وشيء على مستوى الحدث، وشيء بالمنهجية اللي أعلنت في نهاية الجلسة من تحديد وقت لتلقي الاقتراحات وتشكيل لجنة وأمانة فنية لهذه لتلقي هذه المقترحات وإعطاء وقت النواب لدراستها بعدما يتم تفريغها وتحليلها من أمانة متخصصة، وبعد ذلك يقدم النواب رؤاهم، ثم بعد ذلك يجتمعون، وبعد ذلك يجتمعون مرة أخرى للتصويت على اختيار لجنة المياه. أعتقد أنها ده شكل من أشكال ممارسة الديمقراطية الراقية التي تصل إلى إنضاج الرأي بعدما أن يأخذ الرأي مترددا بين كافة وجهات النظر المختلفة والمتفقة حول فكرة من الأفكار. نعم. فالآلية من حيث ما تم إقراره من قواعد وإجراءات اليوم، أنا أعتقد أنها بتسير في الطريق الإيجابي جدا، وأنها على مستوى الحدث وأنها متكافئة معه بشكل كامل. هذا من حيث الشكل. من حيث الموضوع برضو، يعني القضية كثيرا ما ظلمت وحملت، ده قضية اللجنة التأسيسية، الدستور واللجنة وكل ما يسري هذا المسار من هذا الحديث كله، أرى منذ 11/2 أنها قضية حملت كل الخطايا وكل المشاكل اللي موجودة في النظام السياسي بضعفه وضعف قواه وضعف أحزابه وضعف حتى الأفكار الناتجة عن ومخرجاته، فكله حل على مشجب الدستور عشان تبقى حاجة كبيرة كده وإيه وتخض الناس، مع أن مفيش قضية محل اتفاق بين المصريين من أقصى يمينهم لأقصى يسارهم باختلاف أديانهم ومعتقداتهم وأفكارهم كما قضية الدستور. وده واقع مصري مش جديد. نعم. واقع مصري في تاريخ مصر كله من 1866 حتى اليوم. نعم. عمر ما كان الدستور قضية محل خلاف، لا من حيث الفكرة، من حيث المبدأ، ولا من حيث المحتوى، ولا من حيث الشكل، ولا من حيث ما يجب أن يكون متضمنا في الوثيقة الدستورية. نعم. ولذلك احنا وجدنا يمكن ممن انتصر لفكرة هوية الدولة ومرجعية الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع وغيره، فقهاء قانون مسيحيون. نعم. كمكرم عبيد وكاوس عواصف وكسنوت حنا وغيرهم من الرموز الوطنية المصرية اللي كان معظمهم بيقول نحن مسلمي، نحن مسيح الديانة مسلم الثقافة. نعم. وبالتالي فهي قضية كما قلت لك حملت كثير من الشجن خارج نطاق، ولذلك أنا برضو بتحفظ على كلمة المادة القنبلة والحاجات الخلافية. لا، احنا كلنا في النهاية كشعب قمنا بثورة. طب قبل ما اروح للمادة، يعني خليني حاجة للمواد ونشوفها قنبلة ولا مش قنبلة وهنختلف ولا لا. اسمع رأي الأستاذ ممدوح إسماعيل، هل ترى ان المسار اللي بتسير فيه تشكيل اللجنة مسار طبيعي سيسفر عن لجنة ترضي كل الأطياف السياسية والقوى الشعبية في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن احنا في مرحلة تأسيس نظام سياسي لمصر، عشان نتجه لتأسيس نظام لابد أن احنا نلتمس القواعد اللي تؤسس هذا النظام. عندنا قاعدة مهمة جدا، الإعلان الدستوري. نعم. الإعلان الدستوري هو المرجعية في هذا العمل. نأخذ منه المادة 60 اللي بتتكلم على أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى الغير معينين يجتمعوا لانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع الدستور من 100 عضو. نعم. هذا هو الفيصل. أعتقد المرجعية الدستورية في هذه المادة تضع حد لكل الضجيج المفتعل اللي بيحاول يفتعلوا بعض على وسائل الإعلام.
المادة بتتكلم على ان مجلسي الشعب والشورى، اعضاء مجلسي الشعب والشورى، اعضاء، انك ياخد بالنا من كل لفظ في النص، اعضاء مجلسي الشعب والشورى اجتمعوا لانتخاب. نعم. لجنة تأسيسية لوضع الدستور ما يتعضوا. تمام؟ ما قالش ان هما من مجلس الشعب او من برا. لا بالعكس، والانتخاب هينتخب مين؟ كويس، ممكن. النص واضح. لا. يجتمع الاعضاء الغير معينين لانتخاب. الانتخاب ده هيتم على مين؟ هيتم منهم. الانتخاب 100 عضو. ده اصل النص. الاعضاء غير المعينين؟ يعني الاعضاء المنتخبين. المنتخبين. تمام. يجتمعوا لانتخاب. الانتخاب ده مش براهم؟ لا مش براهم ازاي؟ طيب. هما بيجتمعوا عشان ينتخبوا من بينهم. ايوه. تمام؟ من بينهم. تمام. انتخاب 100 عضو. لو المشرع اراد ان يخرج من هذا النص، واخد بال حضرتك؟ لقال لاختيار 100 شخصية أو 100 شخص لوضع الدستور، لكن المشرع لما نص في اللفظ على الانتخاب فاللفظ مرجعه إلى الأعضاء اللي اجتمعوا عشان ينتخبوا بينهم 100 عضو. المسألة بكل وضوح فيها وضوح، لكن بعض القوى بتحاول أن تبحث عن مخرج خارج الإطار الدستور وخارج المرجعية. لذلك بنقول بكل وضوح المسألة ربما تحتاج تفسير من المحكمة الدستورية، لأن البعض بيحاول أن يجعل، هناك بعض الآراء تحاول أن تجعل من النص أداة لينة للتطويع، بمعنى ما فيش في النص قال إن احنا نختار 40% ولا 50 ولا 60 ولا 70 من البرلمان ومن خارج البرلمان. خارج البرلمان دي غير واردة مطلقة، خارج الأعضاء مجلسي الشعب والشورى غير واردة مطلقة. أنت شايف إن النص بيقول إنه واضح. خارج أعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبين يجب 100 عضو يكونوا منهم. ده النص واضح كده. طيب ما هو ده مصدر القلق. أنت مفيش قلق ولا حاجة. دكتور أكمل كلام بس حضرتك. طيب. مصدر القلق مفيش قلق ولا حاجة. الناس لما راحت تنتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى، كل الناس ال 40 مليون راح انتخبوا عارفين الأعضاء المنتخبين دول هيجتمعوا عشان يختاروا وينتخبوا لجنة تقسيم بينهم عشان تطلع الدستور. كل الناس اللي راحت الانتخابات عارفه المساله دي بوضوح سافر ووضوح لا لبس فيه. واللي ما انتخبوش ما لهمش تمثيل يا استاذ محمود. انا بناقشك انت، احنا بنتناقش. انا طيب واخد بال حضرتك. اتفضل. المشكله ايه؟ المشكله من ليس لهم حظ في الانتخاب او في التمثيل في مجلس الشعب هم الذين بداوا الحمله مبكره. ليه؟ لانهم يعلمون ان هذه الماده في لحظه ما سوف تكون حائل بين وجودهم في لجنه وضع الدستور، فبداوا حمله مبكرة عن ان وما بدوها مبكرا قوي، ان المجلس ما بيضمش اطياف المجتمع كله، المرأة في قليلة، الاقباط في قلة، لا المجلس ما فيهوش الشباب. بدأوا الحملة مبكرا جدا انهم قارئين للدستور جيد جدا. المسألة هل المجلسي دول منتخبين ولا مش منتخبين؟ منتخبين. شعب موزمبيق اللي انتخبهم ولا الشعب المصري اللي انتخبهم؟ الشعب المصري. الشعب المصري اللي انتخبهم زي ما رفض ينتخبكم، الشعب المصري رفض ينتخب دول وانتخب دول. الشعب المصري انتخب تيار اسلامي وانتخب ليبرالي وانتخب نصريين ويساريين وانتخب ده وده وده. قلت النسب دي اراده الشعب المصري، لكن في انتخابات وفي اعضاء من كافة تيارات المجتمع المصري في مجلسي الشعب والشورى. دي الديمقراطية. المشكلة ما هي الديمقراطية؟ المشكلة يعني. المشكلة ان الذين امنوا بالديمقراطية يكفرون بها الان، لان الديمقراطية لم تأتي على هواهم. انا بقول لحضرتك لو ان الديمقراطية اتت باغلبية علمانية وليبرالية لقالوا ينبغي ان نسمع للديمقراطية ولرأي الاغلبية. ومن اللي كان هيوافق على ده؟ آلية الديمقراطية. لكن اقول لحضرتك هو عنوان ما يحدث الان على الساحة المصرية ايه؟ هو الخوف من المشروع الإسلامي، الخوف من التيار الإسلامي. في عندهم بعض التخوفات، هم أطلقوا تخوفات مش موجودة غير عندهم هم، الباوات اللي قاعدين على الكراسي في القهاوي والكافيهات وفي الفنادق وفي وسائل الإعلام، عندهم تخوف عندهم هم. لكن الشعب المصري اللي خرج بكل إرادة حر وذهب لصناديق الانتخاب عارف، وكل المرشحين قالوا له إحنا هنعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، راح انتخبهم لا إكراه ولا تخويف ولا ترغيب ولا ترهيب، راح بإراده قال أنا عايز دول. الباوات اللي قاعدين في الكافيهات اللي سموا نفسهم نخبة وهم تشيل الحرف نخبة واخبار حضرتك متضايقين، ازاي الشعب المصري ما جبناش؟ ده احنا باوات طول عمرنا، ده احنا كنا يم حسني كنا هنا وهنا وهنا وهنا، ازاي ما نجيش؟ لازم يكون لنا يد. طب نعمل ايه؟ نصير مشكلة قلة الأقباط، نصير مشكلة قلة المرأة، نصير مشكلة مش عارف ايه، وبدأوا يسروها بخطوة خطوة لحد ما جينا وضع الدستور دلوقتي. دلوقتي هم اتكلموا، احنا بنتكلم في دستور بنحتكم اليه دلوقتي فعلا دستوري.
نيجي ان الاعلان الدستوري دلوقتي يقول لك لا النهارده ظهرت، انا اقول لك لا ده البرلمان لا يمثل في لجنه طبع الدستور، واحد لا ده احنا نكتفي بواحد من كل حزب، واحد تاني يقول لا التعدديه دي مش عايزينها بالتمثيل، واحد رابع يقول لا مفيش حاجه اسمها اغلبيه خالص، احنا ينبغي ان اللجنه دي بالاختيار. يا اخوانا المساله مع كل الاحترام لحريه الراي وكلها اراء نحترمها من منطق حريه الراي، لكن اللي فيه معيار موضوعي ينبغي ان احنا نستند اليه، المعيار ده على الجميع لابد ان يطبق عشان يبقى فيه قواعد اساسيه للنظام. استاذ ممدوح انت مش هيبقى فيه نظام بعد كده، انت حضرتني في كل واحد يحط رايه بمزاجه زي ما حضرتك عندنا اشكاليه، فقعدوا يزنوا على مساله تعديلات الدستور 71 لحد ما اتشال دستور 71 كله. طب ايه اللي حصل؟ جه الاعلان الدستوري اصبحنا في مشاكل مع الدستور في الماده 28 ومشكلات ملهاش حصر. طيب انا عايز بس اخد من الاستاذ ممدوح اسماعيل، راح نقلنا في كده وبوكس. لا لا مفيش بوكس ولا حاجه، استنى بس احنا بنتكلم بس انت حطيتنا الزنقور واتنقلت اتنقلت المساله من قضيه شكل اللجنه التاسيسيه اللي الاخوان نفسهم جماعه حزب الحريه والعداله اتكلموا في نسب واتكلموا في ضروره تشكيل من تمثيل لكل التيارات والقوى السياسيه في المجتمع، الى ان لا الاختيار هو من اعضاء مجلس الشعب والشورى فقط حسب تفسير الاستاذ ممدوح اسماعيل اللي بيلجا فيه ده حسب النص، والا انا بطالب وده هيوديني انت بس انا بكمل ده انا لسه مكمل معاك في حاجه اسمها تفسير المحكمه الدستوريه هنروح له واخبر حضرتك المساله مش كده، وانا بقول لحضرتك بكل وضوح دكتور احمد مبارك اهو حبيبي واخويا وزميلي وصديق عمر، الاخوان لما لجؤوا المساله 40% دي محاوله لتبريد الموقف نظرا للضغيج اللي بيحدث، لكن ده حقيقه لا يوافق نص الدستور. اذا هي مناوره ماشي خلينا تبريد الموقف. انا حسب انا اللي بقول هنطلع نشوف تقرير علشان ارجع تاني اسال، طب لو جه مجلس الشعب تاني بقى ما جاش فيه القوى المسيطره اسلاميه والليبراليه، احنا قدام قوى اسلاميه مسيطره، بعد اربع سنين بقى جه الليبراليين والنخبه اللي انا بعترض على تعبير النخبه ايا كانوا لكل الاحترام حتى ولو اختلفنا في الاتجاهات والتفكير، هيجوا يغيروا الدستور. هو الدستور بيتعمل علشان مجلس الشعب بيمثل الشعب في هذه المرحله شريحه جزء، ولكن هذه هي الديمقراطيه، نقوم نلغي الباقي، فلما يجي الباقي النضارة تقع نشوف التقرير ونرجع. اجتمع اليوم أعضاء مجلسي الشعب والشورى في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ولمعرفة المواد التي سيدور حولها الصراع بين الأعضاء الذين يمثلون معظم التيارات السياسية والأيديولوجيات في لجنة وضع الدستور. استطلعنا آراء بعض النواب. المواد التي ستثير الجدل بلا شك هي وضع المؤسسة العسكرية في الدستور، أيضا إلغاء مجلس الشورى، نسبة العمال والفلاحين. إذا تحدث البعض عن تغيير المادة الثانية سيكون هذا أيضا مثير للجدل، لكن أتمنى أن نتجاوز كل هذه القضايا لأن الوقت المتاح حتى الآن وقت ضيق قبل الانتخابات الرئاسية، ولا بد من التوافق حتى نستطيع أن ننجز عملية وضع الدستور. الدستور نفسه مش هيبقى فيه مشاكل كدستور، شايف فيه مشاكل، قوانين المكملة للدستور هي اللي ممكن يبقى فيها بعض الصراعات، زي مثلا حضرتك تطبيق نظام المرابحة مكان نظام المصافي اللي موجود، فمعنى كده انه بيغير نظام المصافي بالكامل، دي نقطة شائكة. الخمور وبيعها، السياحة وتأثيرها عليها، هي دي أعتقد النقط الأساسية اللي هيبقى عليها محور الخلاف مستقبلا يعني. المادة الثانية يمكن أكثر مادة هتثير الجدل ما بين الأطياف كلها. اللي هي محتواها ايه هو؟ اللي هو الدين الاسلامي هو اساس التشريع، هو ده اللي هيثير الجدل بين اطياف الشعب كله. الشعب المصري كله مسلميه ومسيحيه لا يستنكر ولا يجادل ولا يتكلم عن الماده الثانيه للدستور، لان الماده الثانيه للدستور ضمانه للشعب المصري بمسلميه ومسيحيه، الكلام كله هيبقى على صلاحيات رئيس الجمهوريه. هي دي اللي هيبقى عليها الكلام، ولكن الحريات العامه والامن وكل الكلام ده كله مستقر في الاربع الابواب الاول من الدستور اللي هو دستور 71 القائم وفي الاعلان الدستوري. المواد اللي هتثير الجدل في بعض المواد الدستوريه الجديده او في ظل الدستور الجديد اللي هي اختصاصات رئيس الجمهوريه، وهل النظام هيبقى نظام رئاسي او نظام برلماني؟ والله هو توقعاتي انه هيخلصوا من المواد اللي هي بتدي ديكتاتوريه لرئيس الجمهوريه. ليه اضع مواد تميز طوائف معينه؟
فطبعا لا شك ان هو هذا الامر غير يعني لا يمكن العمل به دلوقتي في ظل هذا التطور الكبير قوي. حاجات كتير انا اعتقد لن تقبل في الدستور القادم، ولك بوابات كتير قوي في الدستور اعتقد مصر لازم يكون في دستور توافقي. اختلاف انتماءات اعضاء اللجنه ربما سيلقي بظلاله على مناقشات صياغه الدستور المصري الجديد، لكن تحديد معايير وضوابط تضمن تمثيلا عادلا لكل طوائف وفئات الشعب سيضع حدا لهذه الخلافات. إيناس أنس، ممكن. شكرا يا إيناس. دكتور أحمد البركة، الأستاذ ممدوح بيكلمني على أن أنتوا بتقولوا الأربعين في المية دي عشان تطفوا نار الأيدة عند النخبة وعند القوى المختلفة اللي ما جتش باختيار شعبي وتمثيلها في مجلس الشعب محدود، هل هذا الكلام أنت تراه دقيق؟ لا، هو طبعا مع كامل احترامي للتفسير الأستاذ ممدوح، هو تفسير يحتمله النص على فكرة، وبالتالي إذا حدث خلاف بيني وبينه في التفسير فهو اختلاف معتبر. إذا تفسيرك أنت النصي. لأن هو له منتجات رأي ومحترمة. طبعا ونحن تقدر نحترم تقدر التهاب. وأنا قد يكون لي منتجات رأي أخرى باعتبار أن أنا بأرى يعني تفسير النص القانوني ليس بمجرد ظواهر النص، وإن كانت ظواهر النص قطعة في الدلالة فلا يذهب إلى ما بعد ظواهر النص، فإذا كانت ظاهر النص غير قطع الدلالة في أدوات تفسير أخرى. نعم. منها الظروف الملابسة، منها الأعمال التحضيرية، منها السوابق التاريخية، منها قصد المشرع وتلمسه من آليات محددة، كل دي عوامل بتساعدنا على فهم النص. وبالتالي هنا النص لم يحدد لا من داخل البرلمان ولا من خارج البرلمان لا بشكل مباشر. نعم. يعني لم ينص نصا صريحا واضحا ينتخبه من بينهم أو ينتخب من داخل البرلمان أو من المنتخبين من المجلسين أو من عموم أعضاء المجلس المنتخبين والمعينون أو غير ذلك، ما قالش ده كله. وبالتالي الأستاذ ممدوح بيذهب بدلالة المقتضى إن مجال مال يجتمعون لينتخبون كذا عضو، فبيعتبر ده من مقتضى النص أنه ينتخب من داخل النص، ده وجه موجود تفسير. لكن أنا حينما هل العضو هنا أن يكون عضو برلمان ولا عضو للجنة؟ عضو اللجنة. عضو اللجنة. ما هو ده خلاف بقى. طيب. وبالتالي هنا أذهب لمقتضى النص، هنا بقى حذف عدة حاجات محددة، عندي السوابق عندي في لجان كتابة الدساتير. ما هي طبيعة الاختصاص الذي يبشره البرلمان هنا في الحالة دي؟ هل هو اختصاص بوضع الدستور؟ أم اختصاص بلجنة لكتابة الدستور؟ وهل هذه اللجنة ستمنح الصفة التأسيسية أم أنها مجرد لجنة كتابة وإعداد لمشروع دستور من الناحية الفنية؟ هيختلف المسألة. لو كانت لجنة تأسيسية كان مستحيل يدخل فيها واحد من خارج البرلمان، كان لابد وكلام الصندوق صحيح، لأن لابد أن تكون منتخبة، وانتخاب على درجتين حسب تقدير المشرع الدستوري ومراسه الشعب في انتخاب النواب حتى ينتخبوا اللجنة من بينهم منتخبين حتى يستبغون الصفة التأسيسية التي منحها الشعب لهذه اللجنة، فبمجرد وضع الدستور يصبح نافذ ولا يستفتى عليه. لكن ما دام الشعب احتفظ نفسه بالسلطة التأسيسية عنده أي هيستفتى على المشروع، يبقى هذه اللجنة عملها عمل فني بصرف، إذا ليس لها صفة تأسيسية، إذا ليس بشرط أن تكون من بين النواب المنتخبين كلهم. حلوة. وبالتالي من وجهة نظر هذه كان الملك يعين اللجنة قبل ذلك، ثم كان الرئيس عينها، فرأينا لاعتبارات ديمقراطية واعتبارات الثورة أن يعين البرلمان باعتبار أكثر طريقة أكثر ديمقراطية في التعيين. نعم. بدل ما يعين الملك ولا الرئيس ومجلس عسكري يعين البرلمان. نعم. يبقى اختصاص البرلمان مقتصر على تعيين لجنة كتابة الدستور. وبالتالي هيحط معايير للتعيين وشروط ومواصفات وضوابط. انت وفرت في عضو البرلمان فبها ونعمت، وان لم تتوفر اذا توفرت في 100 عضو يعني لا مش 100 عضو طبعا. ايوه مش 100 عضو، لكن نفرض ان مثلا نفس المواصفات المشترطه موجوده بره البرلمان وداخله، هتبقى الاولويه لمين؟ يعني مين اللي هيحكمها؟ عند المنتخبون من المجلسين. نعم. الدستور قال كده. نعم. واعطاهم هذا التفويض. وبالتالي المساله تدخل بقى في اطار فلسفي، وهو ما هي طبيعه الوثيقه الدستوريه التي سيتم صناعتها، وما هي الاهداف التي نهدف بها من هذه الوثيقه، باعتبار اننا بين مرحلتين، مرحله بنسقط مشروعاتها بالكامل نبني مشروع جديده، بنحمل حلم المصريين في اجيالهم لوثيقه دستوريه مستقبله تاخذ هذه الامال والطموحات لحيز الواقع، ووثيقه معلمه وملهمه لابد ان يشعر فيها الكل بالمشاركه وبالايجابيه وبالفعاليه، فلابد ان نكون حريصين على ان تكون كل المكونات بكل المفردات حاضره ومشاركه وفاعله. كلامك قانوني وكبير قوي، يعني أخشى من أن البعض يبقى محتاج تبسيط أكتر من السادة المشاهدين. خلينا أخد رأي الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة. مساء الخير دكتور جابر. مساء النور يا أستاذ خير. إزاي حضرتك؟ مساء الخير يا دكتور أحمد. تحياتي يا دكتور جابر، سعيد بالنضمان حضرتك لنا. سعيد يا فندم. دكتور جابر، نحن عندي تفسيرين دلوقتي لنص المادة اللي بتشكل بيها اللجنة التأسيسية للدستور. الأستاذ ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب
بيرى ان نص المادة بيقول ان 100 عضو اللي يتم اختيارهم يكون من مجلسي الشعب والشورى ليس من اي احد في الخارج، ومجلس الشعب والشورى منتخب من الشعب المصري فبيمثله، فمن حقه ان هو اللي يختار هذه اللجنة. الدكتور احمد ابو بركة بيقول لي احنا مش شايفين ده، النص قد يحتمل ده لكن احنا مش شايفين ده، احنا شايفين ان مجلس الشعب يختار ومن حقه انه يضع مواصفات قد تنطبق على الداخل او الخارج. تحياتي ايضا للاستاذ ممدوح اسماعيل، في الحقيقه ما شفتوش في الاول يعني. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. اولا النص المادة 189 مقرر من التعديلات الدستورية اللي هو المقابل للمادة 60 من الإعلان الدستوري. نعم. اللي هو بيحدد طريقة اختيار لجنة المئة. نعم. أولا ملاحظة مبدئية أن هناك اختلاف بين النص الوارد في المادة 189 مقرر واحد والمادة 60، حيث أن النص الذي تم الاستفتاء عليه كان يفترض أن رئيس الجمهورية المنتخب هو الذي يدعو أعضاء المجلسين المنتخبين للاجتماع لاختيار لجنة المئة. تمام. ده اللي تم الاستفتاء عليه. المجلس العسكري عندما أعلن إعلانه الدستوري غير في هذه المادة واستبدل بالرئيس المنتخب لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. هذه ملاحظة أولية يجب أن تقال في الحقيقة، لأنه المادة 60 تحوطها كثير من الأشكاليات التي تجعل اختلاف الرأي بين الأستاذ ممدوح إسماعيل وبين الدكتور أحمد أبو بركة وبين قطاعات كثيرة من الرأي في الحقيقة لها وجهتها. نعم. إنما القراءة الأولية للنص تعطي انطباع أن أن الأعضاء المنتخبين يختاروا لجنة المئة، ولم يحدد النص هل هذه اللجنة، هل هؤلاء المئة يكونوا من داخل البرلمان أو من خارج البرلمان. ومن ثم فإن مجلس الشعب أعضاء، فإن الأعضاء المنتخبين من المجلسين الشعب والشورى في الحقيقة هم الذين سوف يحددون هل من داخل البرلمان ولا من خارج البرلمان، هل سوف يكون جزء من هنا وجزء من هنا. وده في الحقيقة عيب في النص. ده عيب في النص يعني لو أعضاء مجلس الشعب ده عيب. لا، الأخطر من كده إن النص مليان إشكاليات أخرى لعل الكثيرين لم ينتبهوا إليها. أولا، النص لم يحدد بأي نسبة سوف يتم التصويت على اختيار أعضاء المئة. يعني هل المجلس سوف يصوت على اختيارهم بالأغلبية المطلقة، أي النص زائد واحد، فيصبح الحزب النور وحزب الحرية والعدالة هم المتحكمين الأساسيين في اختيار لجنة المئة؟ نعم. أم أن الاختيار سوف يكون بأغلبية التلتين، ومن ثم سوف يكون هناك توافق أكبر على لجنة المئة؟ نعم. من المعلوم أنه دائما أمور الدستور تؤخذ بأغلبية التلتين ولا تؤخذ بالأغلبية المطلقة. نعم. الأمر الآخر، الفخ الكبير اللي في النص ده اللي أيضا لم ينتبه إليه أحد، ما هي العلاقة بين لجنة المئة وبين البرلمان بعد تشكيلها؟ النص لم يحدد هل لجنة المئة عندما تقوم بصنع الدستور ترفعه إلى المجلس الأعلى القوات المسلحة، فيكون المجلس الأعلى هو المتحرك، هو المتحكم في صناعة الدستور، وهنا يستحيل الأمر إلى كارثة مروعة ومحققة؟ أم أن لجنة المئة سوف تنتهي من عملها وتعرض هذا العمل
على مجلس الشعب. في الحقيقة حضرتك بتكلمنا عن ألغام كثيرة، ألغام كثيرة جدا. في الحقيقة النص لم يحدد أي شيء يتعلق بذلك. النص قال مجلس الشعب يختار المية والمية يعملوا دستور. سياق النص بيقول إيه؟ ويعرض المجلس الأعلى رئيس مجلس الأعلى النص الدستور بعد كده على الاستفتاء. فكأن اللجنة سوف تصنع الدستور وتعرضه على المجلس على طول مش على مجلس الشعب. نعم. ثم بعد ذلك المجلس الأعلى هو الذي يعرضه على الاستفتاء، وليس هناك التزام في النص بعرض هذا المنتج على مجلس الشعب مرة أخرى. وهذا لغم كبير ومشكلة كبيرة، وتؤكد أن التحريف والتغيير في نص المادة 189 مقرر واحد التي أصبحت المادة 60 الإعلان الدستوري مقصود. وهنا ننبه إلى هذه المسألة. طيب دكتور جابر، حضرتك بتشوف سؤالي قبل ما أسأله لضيوفي أن دستور مصغر الآن يتم التوافق حوله يكون في مرحلة انتقالية لإعداد الدستور بشكل متأني، جزء من الحل تضع فيه الضوابط وما يتفق عليه. نعم. يعني في تصوري يا أستاذ خيري أن طرحك هذا وكل الذين يقولون بهذا الطرح هم في الحقيقة يدفعهم هاجس الخوف. نعم. من صناعة الدستور بهذه الشكل من الكلفات. نعم. يعني احنا قعدنا بقالنا 14 شهر دلوقتي ما بنعملش حاجة، او كل اللي عملناه انتخاب برلمان، وهذا شيء عظيم. انما جينا في اخر شهرين ثلاثة عايزين نكلفة الدستور مع الرئيس ويلا خلصونا، وهذا امر في الحقيقة بالغ الخطورة بالغ السوء. تمام. اللي انا عايز اقوله في الحقيقة ان الطرح اللي سعادتك بتطرحه هذا طرح تجاوزه الواقع. نحن الآن في الحقيقة لا نستطيع أن نقول أن أحدا قد يقبل بهذا الطرح. نعم. ولكن اللي أنا بقوله الآن أن خلينا نذهب إلى اختيار لجنة المئة. ولكن أنا في الحقيقة بناشد أحزاب الأغلبية في البرلمان، ولتسمح لي أن أقول هذه الكلمة، أن أحزاب الأغلبية في البرلمان هم أمام لحظة تاريخية حقيقية سوف يحكم التاريخ على عملهم. إن أحسنوا فهذا سوف يسجل لهم، وإن أساءوا سوف يسجل عليهم. نعم. لأن صناعة الدستور ليس كصناعة القانون. القانون ممكن أغيره بين يوم وليلة، إنما الدستور بيأتي ليحكم أمة على الأقل 50-60-100 سنة. نعم. ولذلك في الحقيقة التيار الإسلامي وهو الآن يدخل السياسة لأول مرة بأحلام عريضة ونيات صادقة، وأيضا بتاريخ نضالي كبير جدا لا يمكن في الحقيقة أن نغفله، هو مطالب الآن أن يتجرد من الذات السياسية الضيقة ويختار جمعية تأسيسية. نعم. تمثل الوطن كله. وأنا بعرض عليهم إن هم لازم نختار يكون بأغلبية التلتين علشان ما يستبعدوش حد. مش معقول نختار الجمعية التأسيسية كما تم اختيار لجان في البرلمان. يعني دي هتبقى في الحقيقة نقسمها بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الجماعة. طيب. الإسلامية وحزب الوفد. حلو قوي اللي طرحته ده دكتور جابر، وهو يعني طرح يعني محترم. يعني هذا طرح محب في الحقيقة. طبعا. ورجل لا ينتمي إلى أحزاب ولكنه مهن. اللي أنا عايز أقول لك عليه التاني يا أستاذ خير قبل ما أقفل في الحقيقة. تفضل يا فندم. إن الوثيقة الدستورية في الحقيقة التي يجب أن تصنع يجب ألا يكون للمجلس العسكري أي تأثير عليها، لا في صياغة نصوصها ولا في تدشينها. لأنه إذا كان المجلس العسكري سوف يلعب دورا من خلف الستار في إصدار هذه الوثيقة، فاللي هيشربها هو أحزاب الأغلبية. نعم. ويجب في الحقيقة لو موعين لده زيادة عن اللازم كمان ويكون هم الحرصون على هذا الأمر. بشكرك جدا دكتور. أشكر لك هذه الفرصة. أنا اللي بشكرك أستاذ دكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة. أستاذ ممدوح، المسؤولية التاريخية اللي على عاتقكم
حضرتك كلمتيني عن اختيار شعبي، انا بكلمك عن 17 مليون صوتوا، بكلمك عن 33 مليون لهم حق التصويت ما صوتوش. مش عايز تحطهم في الاعتبار عند اعداد دستور لمستقبل البلاد؟ لا انا بختلف معاك في الارقام، بتقول مفيش 17 و3، بالعكس اقلبها، 33 اللي صوتوا، 33 هم اللي صوتوا و17 اللي ما صوتوش. طب 17 مليون 10 مليون معلش، لا دي واحده بس، دي واحده. انا بس في مع احترام الكلام الدكتور جابر، هو كلام محترم جدا وانا بشكره على التوضيحات اللي تكلم فيها في غير ما تكلمنا فيه في النص، لكن النص في حته وما خدش باله منها، مع اعتقد ان النص بيتكلم على انتخاب وليس اختيار، واعتقد ان دلاله اللفظ هنا مهمه جدا. نعم، دلاله اللفظ اللي انا بحتج بيها ان النص بيتكلم على ان الاعضاء الغير معينين ينتخبوا، يقوموا بانتخاب اعضاء لجنه سي، بانتخاب. معنى الانتخاب يعني ايه؟ الاختيار يختلف عن الانتخاب. الانتخاب يعني هيكون في وضع محدد واسماء محدده. لو في اسماء محدده قبل هذا النص في اللفظ، كان اللفظ وفي النص كان جابها، كان يقوم مثلا باختيار اسماء لعرضها على الاعضاء ثم اختيار ما بينهم. طيب استاذ العزيز، لكن النص لما اتكلم على انتخاب فتكلم على انتخاب على لفظ سابق اللي هم الاعضاء الغير معينين. اذا انت الاستاذ ممدوح اسماعيل النائب البرلماني يرى وجهة نظر التي سيدافع عنها في البرلمان ان الاعضاء اللجنة التأسيسية او الجمعية التأسيسية يكونوا من اعضاء مجلسي الشعب والشورى. ده ظاهر النص، هذا هو رأيك، ده ظاهر النص. وانت متمسك وانا طلبت النهارده في المجلس في الاجتماع، طلبت ان المسألة تعرض على المحكمة الدستورية. نعم. طلب تفسير من المحكمة الدستورية لان ظاهر النص نقف عليه بهذه الايه. حزب الحرية والعدالة لا يرى هذا وسيشرك القوى المختلفة، عشان عايز اتنقل للي بعده. هو انا بس باكد على قال الدكتور جابر فيما يتعلق بأنها في لحظة تاريخية وانها مسؤولية وامانة بكل ما تحمل الكلمة من معاني، وانا كل ما قاله في هذا السياق اتفق معه تمام الاتفاق فيه. اما مسألة الفخ اللي تحدث عنه وخايف منه، ده انا بطمن الدكتور جابر وبطمن كل المجتمع المصري، ما في قوه ثانيه القوه السلفيه ممثله في البرلمان ليست قصة قليله. قصه الفخ اللي هو النجنه هتسلم عملها لمين؟ ايوه اللجان، وده عرف مستقر في كل الدنيا مش في مصر بس، تسلم عملها لمن عينها، والذي عين اللجنه البرلمان وواجب علينا ان تسلم عملها للبرلمان الذي عينها، حتى لو في نص دستوري، حتى لو قال ان يعرض المجلس العسكري المشروع على الاستفتاء. دي مرحله ودي مرحله. اللجنه حين ما جاب سيرتكم خالص البرلمان، ما جاش سيرته في النص الدستوري. لا بس ازاي بقى مش قال يعين اللجنه؟ يعين اللجنه. طيب ما هو العرف مستقر على ان اللجنه تسلم عملها في كل اللجان التشريعيه والبرلمانيه والاداريه والدستوريه وغيرها، اللجان تسلم اعمالها الى من عينه، وبالتالي سلمت اللجنه للملك عملها حينما اضاع عنها الملك، وسلمات لعبد الناصر حينما عين عبد الناصر، وسلماته للسادات حينما عين السادات، وتسلمه للبرلمان حينما يعين البرلمان. وهنا البرلمان له مضبطة ستسجل فيها هذا المشروع فور وروده، وسينشر في الجريدة الرسمية فور وروده باعتبار ملحق مضبطة، وسيعرض بعد ذلك على المجلس العسكري ليقرأه على الاستفتاء العام من كما قال النص. وبالتالي لا تخوف مطلقا من العبث بأي حرف أو أي كلمة فيما تضعه اللجنة، لأنها ستكون موثقة في مضابط المجلس ومنشورة في الجريدة الرسمية قبل أن تطرح الاستفتاء العام. طيب إذا هذه واحدة. إذا الفخ ده بس بطمن منه. بس ملحوظة طيب. تفسير الدكتور أحمد ده يؤكد ما قلته، إن اللجنة دي من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ذلك الطريق. بس يقول لك إن حزب الحرية والعدالة مش عايز يروح للتفسير ده وعايز يوسعها شوية عشان ما يعملش زي الحزب لا. الوطني اللي وقع خد لا مش خد كل لا شيء لا في لا مرحلة فأغضب الكل. لا لا لا، حزب الحرية والعدالة بينطلق من فلسفة واضحة، أن الدستور وثيقة مجتمع. نعم. ليس وثيقة تيارات سياسية ولا أحزاب ولا قوة. الدستور وثيقة مجتمع وبناء دولة. وبالتالي لابد، وإحنا حريصين كل الحرص في حزب الحرية والعدالة، وأعتقد إخواننا في حزب النور وفي كل الأحزاب السياسية حريصين على ده، أن ينشأ نظام سياسي كفؤ ومرن، يكفل المشاركة والإيجابية والفعالية للجميع، ليس في وقت الدستور فقط، بل في حتى إدارة الدولة في هذه المرحلة. نتمنى ذلك. أنا عايز أدخل بقى علشان وقت في المواد. اتفضل. انا عندي ثلاث مواد هتكلم فيهم. اتفضل. عندي مواد الخاصه برئيس الجمهوريه في الدستور الجديد. عظيم. اختصاصاته، هل هو هيكون منزوع الصلاحيات تماما؟ كانت هناك بعض التفسيرات ان ما يطرح الخاص بالمواد الخاصه بالرئيس هتبقى رئيس شرفي
يعني هيبقى نظام يعني نظام برلمان، لو نظام برلماني يعني نظام برلمان، او يبقى الصلاحيات اكتر للبرلمان وهو يبقى محدود الصلاحيات فيبقى برلمان رئاسي بس ميال اكتر عزيز. للبرلماني، او نظام رئاسي اللي ما اعتقدش. اقول لك مفاجاه، لو ان دستور 71 بكل ما فيه من عيوب نسلم جميعا بها، من انه وقام محورا اسمه رئيس الدوله وهمش السلطات من حوله، لو اجريت في ظل انتخابات حره سليمه نزيهه وجاء نواب يمثلون الشعب بشكل حقيقي لما نتج الفساد والاستبداد ولا الدكتاتوريه. يعني القضيه مش في حكايه نظام رئاسي، القضيه في ان الشعب صاحب السياده ومصدر السلطات، هل ده بشكل حقيقي ولا لا؟ ده لو موجود لا خشيه مطلقا من اي نظام حكم ياتي سواء كان رئاسي او برلماني. طبعا عندنا برلمان ومنتخب اهو، ما هو ده المهم بقى، منتخب انتخاب ديمقراطي. وبالتالي ومش ده وبس، وفي المستقبل ايضا نعم. ليستمر هذا معنى ويتعاظم. وبالتالي هذه القضيه برضه من القضايا التي يصرح كثير يعني من حولها لغط كثير، وده لغط واجب او نقاش واجب، يجب ان يكون نقاش واجب ونصل الى مستوى من النضج بحيث يحدد احتياجات المجتمع. يعني نظم الدستوريه اخص خيري نعم. ليست قوالب او علب جاهزه لكي تطبق. واديك مثال، النظام الرئاسي طبق وقدم ابداعا في امريكا وطبق في 13 دوله ولم ينجح 1/10 مما نجح في امريكا. النظام البرلماني سبب مشكلات عميقه الجذر في فرنسا لما طبق خلال 120 سنه وعرض فرنسا لاحتلال ماحق وعرض فرنسا لانهيار اقتصادي وانهيار اجتماعي واخلاقي، ومع ذلك تم العدول عنه. وبالتالي الانظمه السياسيه او انظمه الحكم بشكل محدد مش علب جاهزه ناخدها نفحطها اطلعها ونطلع اللي فيها، لابد ان اقرا المجتمع واحتياجاته. ايه الصياغه اللي شايفها حزب والتحديات العداله والتحديات التي تواجه المجتمع، واي نظم اقدر على ان تحقق طموحات وتواجه مشاكل وتحقق نظام مرن وكفؤ وكما قلت قادر على ان يعالج مشكلات المجتمع، ده المهم كويس. وبالتالي انا النهارده لابد ان اكون محيط حاطه كامله وجذريه بطبيعه المجتمع المصري وطبيعه النظام السياسي اللي فيه، والنظام هش وضعيف وان الاستبداد 60 سنه له اثر عميق عليه نعم. وان نظام البرلمان الصرف في ظل هذا النظام السياسي الهش سياتيني بحكومات معرضه للسقوط كل 5 دقائق صحيح، وبالتالي حرصا على تمسك الدوله وقوتها وحرصا على توفير قدر من نفاذ القرار التنفيذي في التحدي في مشكله الامن والاقتصاد والعداله الاجتماعيه والمشاكل الماليه والاستثمار والعلاقات الخارجيه من ان يوجد رمز مركزي للدوله ذو قوه وفي نفس الوقت وكم على قدر من المسؤوليه. المساله معقده جدا طيب معقده جدا وصعبه جدا مش سهله. انتوا واصلين فيها لفين؟ احنا واصلين فيها برلمان رئاسي لان النظام المختلط هو النظام الانسب لهذه المرحله وقد تتغير بعد فتره من الزمن. طيب علشان انا هطرح عليك مواد لكن لابد اناقشك في مواد، لكن لابد ان يضبط العلاقه ضبطا دقيقا بين طيب. السلطات الثلاث وأن تنسج هذه العلاقة بقيام توازن دقيق بين السلطة والمسؤولية وتلازم بين السلطة والمسؤولية. تمام أستاذ ممدوح، أنت تتفق معه في النظام المختلط؟ إيه بس هو الدكتور أحمد اتكلم على دستور 71 لو طبق، طبعا دستور 71 كان فيه إطلاق لصلاحيات رئيس الجمهورية بطريقة نعم لو فيها تغول رهيب جدا، والسلطات المطلقة هي التي أفسدت نظام الحكم في مصر وأفسدت العملية السياسيه في مصر تماما. انتخابات ولا برلمان؟ يعني حتى لو كان في انتخابات لا ما كانش هيستطيع ان يستبد اطلاقا. يا دكتور احمد اطلاقا كان هتكون الحكومه. طيب سيبه بقى كان هتنقل السياسات لان البرلمان بتاع نفسك فيه. انا استاذنك خلاص لا 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 مش ولا ربع دقيقه. طب اتفضل ولا ربع دقيقه اتفضل. دستور 71 فيه من الموارد الدستوريه الرائعه، لا يمكن احد يقرا في الفقه الدستوري او يقرا في موارد دستور 71، لكن فيه ايضا من السلطات المطلقه التي افسدت النظام في مصر فسادا لا حد له. نعم. فبالتالي عندما نتحدث عن دستور جديد في مصر ينبغي زي ما قال الدكتور أحمد ينبغي أن يكون عندنا موأمة مع طبيعة النظام في مصر والحياة السياسية، ثم موأمة مع طبيعة الشعب المصري. نعتقد بعد الثورة أن الشعب المصري كره تماما النظام الرئاسي بكل ما فيه أيا كان، حتى لو أتى برئيس يعني سوف يجعل الشعب يعني يقول كلماته في كل مجال. نعم. فالجمع بين النظام البرلماني والرئاسي، سلطات محددة رئيس الجمهورية وسلطات البرلمان، أعتقد هو المناسب للشعب المصري في هذه المرحلة، حتى يأتي رئيس جمهورية يعلم أنه ليس له سلطات مطلقة، ويأتي برلمان يعلم أيضا أنه لن يستطيع أن يقوم بانقلابات متكررة في الحياة السياسية. نعم. الجمع بين النظامين هو الأمثل، لكن كيفية الجمع هي الإشكالية التي سوف تكون عند وضع الدستور في بعض الصلاحيات. ما هي الصلاحيات المحددة لرئيس الجمهورية وصلاحيات البرلمان؟ توزيع الصلاحيات بين الاثنين دي مسألة شائكة جدا يعني. طب ما تيجي نترجمها واقول لك المواد اللي كانت موجودة في القانون 171 للدستور 71
مادة 138 مثلا يدع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور. هل هذه نقطة ممكن تكون محل خلاف؟ ممكن يجري فيها تعديل، ممكن يجري يعني فيها تعديل. من الممكن، من الممكن هتسحب دي من رئيس الجمهورية، من الممكن هتسحب. لا لا، من الممكن، من الممكن أن تبقى على حالها باعتبار أن حتى النظم البرلمانية الصرفة نظام بتحمل نظام ثنائي الرأس في السلطة التنفيذية. نعم. ومعنى ثنائية الرأس أن تتوزع السلطات، أن تنقسم السلطة التنفيذية ذاتها، وأبرز معالم السلطة التنفيذية وضع السياسة العامة للدولة. لكن كيف يسأل الرئيس؟ دي القضية ودي المشكلة. طيب ما تخليها في مادتها. هنا بقى هنعمل إيه؟ ممكن جدا نحدد دائرة محددة للرئيس يرسم فيها السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها، وحدد دائرة أيضا للحكومة تستقل بشكل كامل ولا يشاركها الرئيس فيها. نعم. يبقى في تنازع. أنا بقول لك حدد الدوائر، أنا بقول لك المهم من الممكن. أنا بطرح أفكار، بطرح يعني أنا بقول لك اقتراحات لعلاج مشكلات. من الممكن أحدد قضية الدفاع مثلا، قضية العلاقات الخارجية مثلا، نديك مثال على العلاقات الخارجية مثلا، وأقول ديت يضعها رئيس الدولة بالاشتراك مع الحكومة أو بعد غرز الحكومة، وبعد قضايا أخرى أضعها كاملة للحكومة، لا أجعل الرئيس مشاركة حتى. نعم. وهكذا. وبالتالي عشان احط ايه يعني انا اشوف القدر من الصلاحيات اللي انا عايز فيها امن تمسك الدوله ووحدتها وقوتها، والقدر الذي اجعل فيه رقابه صارمه على الحكومه في السير، وهنا بقى اعمل الموازنه دي. ما انت عندك في النهايه البرلمان هو المراقب لاعمال الحكومه، فانت رجعالك يمكن ان تراقب وتحاسب وكل شيء. هنرجع. طيب انا بس علشان الوقت في مسائل حساسه الخاصه انا الاستاذ ممدوح اسماعيل ماشي معايا بقى او لا، وده رائع ممكن تتلغي لرئيس الجمهوريه ان يعين لرئيس الجمهوريه ان يعين نائبا لا او اكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم، دي عليها اختلافات؟ دي في اراء بتطرح انه ينتخب، انه يجب ان يطرح نائبا وينزل معه في الانتخاب في قائمه واحده لسه ده في النظام الرئاسي طبعا. نعم. في النظام المختلط من الممكن ان يرد ومن الممكن ان يرد الاخرى ان هو يجي نص بهذا الشكل، وبالتالي دي نقطه عشان ندي فيها كلمه بقى هتعمل ايه انت عارف. لازم توزن البيعه كلها على بعضها، يعني ما ينفعش تاخد نص مادة نص وتقول لي الحته دي عشان ممكن اعمل ديت اديها رئيس الجمهوريه واخد منه حاجه تانية. طيب اجي لك في الصعبه ولا يهمني. يعين رئيس الجمهوريه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم. لا دي بقى ايوه ما تسمى ممدوح بيتكلم بقى على كل حاجه ما هقولها جمله. لا ما هو ممدوح بيمريحني عشان الوقت كده. طب مش نسمع رايه بيقول لي لا نسمع هنحل احب الحسمه. لا اعتقد ان هذه بعد التطور السياسي اللي حصل في مصر هيتغير هذه الماده تماما. لن يكون لرئيس الجمهوريه انه يعين رئيس وزراء، سوف يكون تشكيل الوزاره او تعيين رئيس الوزراء بحسب الاغلبيه وبحسب الحزب اللي اخذ اغلبيه، دي تعطي نوع من القوه للعمل البرلماني والعمل السياسي والاحزاب. نعم. والإعفاء نفس الشيء، ومجلس الشعب هو الذي يعفيها. نعم. لن تكون من صلاحيات رئيس الجمهورية. دي المسألة دي اللي هتعمل تطور في الحالة السياسية في مصر. نعم. أن يكون هناك برلمان أحزاب قوية قادرة أنها تشكل حكومات أو تأتلف مع أحزاب لتشكيل حكومة. أعتقد دي من المسائل اللي هيتم فيها بلورة شكل جديد للحياة السياسية في مصر وغل يد رئيس الجمهورية على التدخل في كل شيء. ما هي المشكلة أن احنا في مصر عملنا رئيس الجمهورية فرعون. فجعلنا فرعون في يده كل السلطات يعمل كل حاجه. طب ما احنا عشان ترهلت كل يعني ترهلت كل المسؤوليات تحت ايده لرئيس الجمهوريه حق دعوه مجلس الوزراء. لا هي الحته دي حته فيها حته كلام مهم جدا وطبيعه الاختصاص ده عمل تنفيذي لا سياده البرلمان بيه. تعيين الموظفين مش شغل برلمان، البرلمان التشريع والرقابه حتى في النظام البرلماني. أيوه. وبالتالي تعيين الموظفين بما فيهم الوزراء ده اختصاص رئيس الجمهوريه شيء طبيعي. يعني الماده 143 يعين رئيس الجمهوريه الموظفين المدنيين بس والعسكريين بس والممثلين السياسيين. خليني في وزراء الوزراء الاول، ما هي مرتبطه بيها. بص خليني في وزراء الوزراء الاول. أيوه. في هذه الجزئيه ده حق رئيس بالفعل لابد ان يبقى له، لكن ممكن اضع عليه قيود زي مثلا بريطانيا، ما الملكه اللي بتعين رئيس الوزراء، لكن بعد ايه؟ لابد هنا في الزام في النص الدستوري الزام شكل الملكه. ايوه شكلي بس ده اختصار. لا ده شكلي بس يا ممدوح شكلي لحظه بس ما تمشي بتعيين. طب ما سيبنا كمل كلام يا ممدوح بيه عشان بس الناس تاخد بالها. طب سيبنا كمل. انا حاضر ان شاء الله اوضح للناس تاخد بالها. لا استاذ جميل مش انت رفضت تدير ربع دقيقه هو كده لحظه. فهو اللي في هناك مقيد بان يختار من مكان معين وبراي معين. من الممكن هنا بقى نحط عليه هذا القيد ولكن بشكل مختلف، يتم تعيين رئيس الوزراء لكن بعد التشاور مع الكتلة البرلمانية الحائزة على نسبة مقاعد أكبر في مجلس الشعب.
نعم. يبقى انا بلزم قدر من التشاور، يبقى نزلت درجتين 10 15 درجه مما كان في 71. نعم. او اقول ان وظيفته تختصر على رئيس الوزراء فقط، واترك اختيار الوزراء لرئيس الوزراء. نعم. وليس لرئيس لرئيس الدوله، وده اعتقد اللي هنتجه اليه. يعلن رئيس الجمهوريه يعني حاله الطوارئ، يعني ده شيء طبيعي. لا يعلن. اه طبعا. ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب خلال 15 يوما، واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الامر على المجلس الجديد في اول اجتماع له. ده شيء طبيعي، ده ما فيهوش مشكله خالص لرئيس الجمهوريه. بس حق بس ضمانات، بس ضمانات اخرى في فرض حاله الطوارئ اكثر مما هو في هذا النص. تمام. ان خلينا بس نقيد فرعون اللي احنا نجيبه جديد ده سكرتير مجلس الاشكاليه. يبدو ان حزب الحريه العدل عايز يعطي صلاحيات كتير على اصول للرئيس. ازاي عارفينه؟ اطلاقا ازاي عارفينه؟ لا هزر عايز يدي صلاحيات كتير. لا لا اطلاقا، لا عايز صلاحيات كتير للرئيس دلوقتي. طيب فضل. مسألة التشاور في مسألة اختيار الرئيس دي بنعطي له صلاحيات. مسألة التشاور هي مسألة شكلية. نعم. فعايزين نقول عشان نضع النص في وضوح تام، نلزمه بالتشاور. من يملك الحق في التعيين؟ من يملك الدولة. الحق في التعيين رئيس الدولة. إذا أعطينا هذا الصلاحية كل دساتير رئيس الدولة دي مسألة تنفيذية مش مسألة مشاهد برلمان، بس أنا بقيده أنه يختاره من الأغلبية. طيب نقول الأراء ونسيب الناس. أستاذ أحمد، هو احنا دلوقتي بكلام الاستاذ احمد يبدو ان الاجراءات هتكون شكليه على صلاحيات رئيس الجمهوريه، يبقى احنا بنعيد دستور 71 كما هو ولم نقلص سلطات رئيس الجمهوريه. ينبغي ان يكون عندنا واضح في النظام البرلماني اللي احنا نود ان يكون حاكم لمصر ان هناك سلطات منفصله وهناك تنوع وتوزيع للاختصاصات بين الفريقين، بين الرئيس وبين البرلمان، ولا تطغى سلطه احدهم على الاخر بحيث يكون الاثنين هناك تقليص لسلطاتهم ولا ينفرد احد بسلطة على الآخر فيحدث نوع من أنواع السلطة المطلقة المفسدة المطلقة اللي احنا عانينا منها. كلامك صح 100%، اللي احنا عانينا منها كتير جدا، مفيش خلاف على ده. طيب. الإشكالية مفيش خلاف على مادتين وعندك خمس دقايق بس ازاي؟ ما هي دي الآلية. أنا بقول لك على الآلية ساعة، يعني فرنسا مثلا رمج أهم. يعني انت بتتكلم في البسيط. بص هو مش بسيط ولا حاجه، رئيس الجمهوريه وقائد يعني فرنسا القوات المسلحه. بص فرنسا مثلا هو الذي يعلن الحرب بعد موقف مجلس الشعب. طب يا دكتور، يا دكتور، نعم، رئيس الجمهوريه هو القائد الاعلى للقوات المسلحه، هو الذي يعلن الحرب بعد موافقه مجلس الشعب. ما هو ده في كل دساتير العالم مش عندنا بس رئيس لكن لرئيس الجمهوريه. لكن الان الحرب دي فيها كلام بعد موافقه مجلس الشعب. طب عايز ايه تاني؟ ما هي بقى منولك فيها كلام بقى كمان، مش عايزين رئيس الجمهوريه لا يقول. لا ما هي ده قراره. لكن ده فيها كلام بقى. طيب في كيفيه الاعلان وميقاته، وهل هو خسائر المجلس قبل الاعلان ولا بعده، دي قصه لابد ان تنظم وتنظم. طيب هل رئيس الجمهوريه الماده 152 ان يستفتي الشعب في المسائل الهامه؟ لا دي مظهر الديمقراطيه المباشره، وهي احد اليات صناعه الدكتاتور في الدول الديمقراطيه، وبالتالي يجب رفعها تماما. ما هترجعش يجب رفعها. هترفعها يجب رفعها. تيجي تقول له هتجيب لي استفتاء وانا منتخب؟ لا 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 دي وضعت الفئه الشرعيه على قرارات. لا ده ديت كان احد الماده الثانيه. المادة الثانية اللي كل القوى متفقة عليها بصياغتها الحالية، البعض يطالب بإضافة مادة أو تعديل هذه المادة لحق المواطنين المصريين الذين يدينون بدينات أخرى أن تكون مرجعيتهم هي ده. لا يجوز لسبب فني. أيوه. وهي أن هذا النص موطنه القانون ليس الدستور، وهو أحد أهم المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية نفسها بتقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. تمام. وهكذا في أهل التوراة وغيرهم. وبالتالي مبدأ مستقر في الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين يحكمون بشرعهم في حالهم الشخصية، ودي المادة الأولى من قانون الحياة الشخصية عندنا، المادة الأولى التي تحدد نطاق تطبيق القانون من حيث الأفراد. أيوه. وبتنص على ده، ان نطاق تطبيق ده على المسلمين فقط، وغير المسلمين يصدر لهم تشريع مستمد من شرائعهم. ودرج العرف المصري التشريعي في يعني رجوع المجلس الملي، وهو الذي يضمن كل الاحزاب وكل المزايا. يعني انتوا هذه الماده الثانيه كما هي، وده كلام موضوع القانون. استاذ ممدوح، اتغير فيها بعض الالفاظ. مثل ايه؟ مثل كلمه مبادئ. مبادئ، لان اختلف فيها التفسير، وبالتالي الاختلاف ادى الى تضييع مفهوم الشريعة الإسلامية نفسه ووجود الشريعة على الشكل الدستوري والنظام العام للبلد. تمام. الوضع وضع الجيش في الدستور. أجاوبك أنا؟ أنا بسأل الأستاذ ممدوح الأول. اتفضل يا ممدوح بيه. الجيش مؤسسة. نعم. عسكرية لها احترامها وتقديرها، لكن أنا أكلمك في العمق. أيوه بالظبط. العمق اللي أنت عايز تتكلم فيه اللي هي ميزانية الجيش. تمام. ميزانية الجيش لابد أن تخضع للرقابة زي ميزانية أي حاجة، لكن هل رقابة المجلس كل ده تفصيل أم رقابة لجنة في المجلس داخلية تكون على دراية بالتفصيلات أو بالأهمية؟ أيا كانت الصياغة لابد من رقابة. لابد من رقابة.
هل مع وضع خاص للجيش بأي صياغة في الدستور؟ ممنوع. أعتقد إن ده مسألة هترجع بنا الاستبداد بطرق ملتوية، يرجع الاستبداد من الطرق الخلفية. وما يتحدث به البعض عن وضع الجيش كمثال تركيا، أولا في قياس مع الفارق، تركيا لها وضع مستقل في وضع الجيش نفسه عند تأسيس الدستور وعند انقلاب أتاتورك وغير ذلك، مشكلة عميقة جدا ليس لها وجود في مصر. الجيش في مصر، الجيش في مصر ولا في العالم. الجيش في مصر مؤسسة وطنية من الشعب المصري. تمييز المؤسسة العسكرية عن وضع مستقل يطلق يد عدم الرقابة عليها، واطلاق يد عدم الرقابة يجعل هناك نوع من أنواع الخلل لا يمكن أن نسمح فيه بعد الثورة. نحن لا نقول أن هناك تجريح، لكن نقول أن ليس هناك معصومين مطلقا، لا شخص معنوي ولا شخص طبيعي معصوم من الزلل. لذلك الرقابة مهمة جدا على كل مؤسسات الدولة، وإلا لا معنى للمهمة المنوط بها مجلس الشعب في الرقابة. إذا تم إقصاء الرقابة، يعني مجلس الشعب يقوم بالرقابة على وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة التعليم، وزارة الدفاع لا يقوم بالرقابة عليها، ده استثناء على غير أصل به، يبقى مجلس الشعب مختل في مناط تحقيق نص دستور 71 في شأن الجيش نص نموذجي وراء البقاء عليه كما هو، أن الجيش مهمته الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه في الأسطوب، لا حرف زايد ولا ناقص. كل التفصيلات التي تغطي الموازنات ورقابة و ليس موطنها الدستور على الإطلاق، ده موطنها اللائحة الداخلية لمجلس الشعب التي تبين مناقشة البيان المالي للدولة وتحدد بابا خاصا للموازنات وكيفية مناقشتها، ومن ضمنها ميزان القوات المسلحة وكذلك قواعد قانون الموازنة العامة للدولة. دي مسائل قانونية لنظمها التشريعات ولا ينظمها الدستور. اصل طرح في وثيقه السلمي، اصل كلام ولا ينظمها الدستور وثيقه السلمي، وهو التخوفات اللي بتتكلم ببعض بيتكلم عنها على البحث عليه، واللي بعض اللي بيزاد بيحاول يكون له علاقه. نحن بدانا قلنا ان احنا ثلاث مواد كما هو، الدنيا مش بعيده قوي، هي رئيس الجمهوريه اللي هتبقى مكلكعه شويه، وان كان لا مش مكلكعه ولا حاجه. لا ما هي سهله عند حزب الحريه والعداله، مش صعبه ولا عندي كتير، لا ما تحاولش تضمه في الاخر. لا ان شاء الله بعد الفاصل التقي مع دكتور لا وحق لا نريد فرعون جديد، خلاص انتهى في مصر عاد الفراعنه. اعتقد ان حسن مبارك سقط اخر فرعون في مصر ان شاء الله تبارك وتعالى، فلن نعطي له في الدستور الجديد بدايه مولد فرعون جديد. دخلوا لي الدكتور سامي هنداوي، بشكركم. العفو.